مرحبا، احنا اليوم بالعرب سوشيال ميديا فورم ومعنا مالك ششتاوي الفاوندر وسي اي او لعرب سوشيال ميديا فورم. اليوم احنا بالنسخه الثالثه منه بعمان، وحابين نسالك مالك شويه اسئله. ايش رايك بالمؤتمر سو فار لهلا، وشو رايك بالنسخه الثالثه منه؟ اول شيء شكرا لهذا اللقاء اللي عم تعملوه معنا. ثاني شيء المنتدى زي ما حكيت انت هي عباره عن نسخه الثالثه. النسخه الاولى انطلقت برضه بعمان، والنسخه الثانيه كانت بالرياض والحمد لله كانت بنجاح رهيب. النسخه الثالثه الحمد لله ما زال الاقبال جيد، ما زال عن السنه الاولى ولا الثانيه بس ما زال جيد. الابديت اللي عندنا بهذه النسخه صار في عندنا معرض مرافق، وصار في عندنا اعلان عن شيء اسمه عرب سوشيال ميديا اووردز، راح تكون للمره الاولى راح نطلقها. كرم شركات معينه رشحت حالها بانها عم تعمل كويس بالسوشيال ميديا، بنقيمهم نختار واحد منهم نعطيهم اوورد بناء على كاتيجوريز مختلفه. عم نحاول نخلي الستايل تبع الايفنت يكون اكثر ديسكشن بانلز انتراكتيف اكثر من انه برزنتيشنز زي النسخة الأولى، من باب أنه نزيد الفاعلية والتفاعل مع الناس. لحد الآن الفيدباك من الناس كويس، نتمنى أنه لما توصلنا لإيفالويشن فورمز برضه يكون الفيدباك كويس. وإيش الهدف الرئيسي للعرب سوشيال ميديا فورم؟ إيش النتيجة اللي حابين توصلوا لها بالمنطقة العربية؟ والله هدفنا التوعية مختلف قطاعات المجتمع، من شركات إلى أفراد إلى NGOs إلى Public Sector. قديش السوشيال ميديا موضوع مهم ولا يمكن استثناءه، وبنفس الوقت انه نوعيهم شوي بالطرق الصحيحه ليشتغلوا هذا الشيء، لانه في كثير ناس منهم عم بياخذوا الخطوه انه يكونوا هناك بس للاسف عم بيعملوها بطريقه غلط. برايك ايش في طرق بتنصح فيها اصحاب الشركات الناشئه الصغيره يتعلموا منها افضل ممارسات من خلال التواصل الاجتماعي؟ شوف من هلا السيشن اللي راح تكون بعد هاي هي سوشيال ميديا فور ستارت ابس، فهذا موضوع كثير احنا بنعتبره من المواضيع المهمه، لانه الستارت ابس واحده من اهم التشالنجز اللي عندها موضوع البادجت. السوشيال ميديا معروف انها هي واحدة من اهم الوسائل اللي بتعطيك اعلى ROI، يعني اكبر عائد بالاستثمار مهما كان الاستثمار تبعك صغير، وبالتالي الاساتذه انهم دائما يكتبوا بالبادجت هي الوسيله الامثل لهم ليقدروا يسوقوا حالهم هي السوشيال ميديا. وتحكي لنا شوي ايش برايك في التطورات او اتجاهات جديده في عالم السوشيال ميديا في المنطقه العربيه بالذات؟ والله شوف، هو اصلا يعني ما حكيت عليك قبل ما نحكي على الجديد، وي نيد تو امبروف الاداء، يعني على سبيل المثال باماكن ثانيه عم بتطلبوا على الجديد، بس احنا في عندنا شغلات قديمه لسه ما انطبقت بطريقه صحيحه. حضرتك بس مثلا صغير فور سكوير لليوم ما في اماكن بتطبق فور سكوير بروموشنز بطريقه صحيحه، انه انت روح اعمل تشيك ان بالمكان وخذ سبيشال بروموشن، او اعمل تشيك ان اكثر من مره او كون المايل وخذ سبيشال بروموشن. هاي بحد ذاتها اللي هي الموبايل بيست ابلكيشنز، لوكيشن بيست ابلكيشنز، شيء مش جديد بس لسه ما وصلنا لمرحله وير يوتيلايزنج ات ذا رايت واي. انا برايي قبل ما نطلع على النيو ترندز ان ذا وورلد وي شود امبروف ذا واي وير يوزنج ذا كيرنت ترندز. واحده من العناصر اللي عم نحكي عنها هون بالمؤتمر على سبيل المثال هي الفورمز، يعني الناس ما زالت عندها فكره السوشيال ميديا هي فيسبوك يوتيوب تويتر، which is not true. في كثير other platforms منها الفورمز منها البلوجز الايرميشن الاونلاين ايمج مانجمنت الى اخره الى اخره. فهذا احنا المشكله الرئيسيه عندنا المؤتمر نصحح مفهوم السوشيال ميديا عند الناس. وشكرا لك مالك على وقتك، كل التوفيق. شكرا لك.